السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأعزاء، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباحكم الله بالخير أصدقائي الأعزاء. اليوم بالمحمية سهيل لطيور الزينة. طبعا آخر تطورات للمحمية، فرغنا الملكي والبقية الطيور مثل الفنجز والموزمبيقي. هذين الطيور مثل الموزمبيقي عندك ما يتراهم ويا الحسون، فاحنا نخلي الحسون افضل من الموزمبيقي، يعني من جهة الصوت، من جهة الجمالية، الصوت هو فوق كل شيء. بقية الطيور، الكناري موجود عندنا، الفنجز موجود، الحسون الملكي، فقط من الملكي زوجين من الملكي، لأنه حتى الكثرة ما بيفايدة، فنخلي نوع بسيط أو كم زوج بالمحمية على مود الجمالية للمحمية. عندنا البوم خلينا زوج من عدة فقط، الدايمود طلعناه لأنه الدايمود على حكاية محمد صاحب المحمية، محمد لطيور الزينة، يقول الدايمود بس يلمعش. صحيح بس يلمعش، بس أنا صار عندي إنتاج من عدة الحمد لله والشكر، بس إنتاج حيل ضعيف، مجرد يلمع شاش أكثر بيضا بدون البيض مالته، يصدف مرات يلقح ومرات ما يلقح البيض مالته، فاحنا مخليه الجمالية. فقط عدي طائرة بقت عبرت لأنه كانت قافة بالعش وما درنا بها، وإحنا أثناء تصفية الطيور كان نكمش بيهن بالداخل بالمحمية وبالليل، فما شفناها كانت بالعش، فعبرت عندنا طيرة والفحل راح من طلعناه. فمحفوظ السلامة، يشوفون المحمية فارغة وقليل منها الطيور. طبعا جبنا البذور اللي هي يابسة مثل الحرفش اللي هي يسعون عنها اخواننا السوريين الجزائريين المغربيين، يقول عنها الهندباء مثل ما تشوفون. هذا البذور نجيبه هنا نخليه على مود الطير ياخذ راحته. هو من نوع الجوجلا، بس هذا يصير صحراوي اللي تاكله الجمل، يكون مالح، هذا يطلع بالصحراء يكون مالح كلش، نفس الجوجل جوجلا او الطرطع هذا اللي وقف عليه الحسون. عندنا بقى فحل موزمبيقي، طبعا هذا لازم اكمشه وعزله. طير شوفوا هاي البذور اللي اقول لكم عليها، خلنا اقرب لكم. عندنا هذا الحرفش اللي هو هذا الحرفش، هذا وقت منتهي مالته، هذا هذا الوقت مالته منتهي، لانه وقت ربيع بس يحصل رطوبة ممكن يخضر، بس ضعيف. شوف البذور اللي بيه ضعيفة، مثل هاي بذرة ضعيفة. شايفين هاي البذرة تكون ضعيفة،
لأنه وقت منتهي موسمه. تبقى هاي البذور اليابسة بس أنا أبللها على مود الغبار اللي عليها يروح. هاي لحظة أكون لأنه ما كان واضح بالجهاز، يعني تعرفون شمس. هذا البذور اللي نطلعهن ويجيك الحلبلاب اللي هو شلون متسلق، تشوفوه اكو متسلق، هذا سحوله حلبلاب اللي هو يعيش بالمزارع اللي اهل الزرع يتخلصون من عنده. لين شوف هاي البذره مالته الشكل يصير على شكل ورده، يستفاد من عندها والورق مالته. طبعا هذا كله مفيد للطير. انا بالنسبه لي انا وعله بالحبوب لانه به فائده عن الامراض، لا يتمرض الطير. هاي باستمراريه، يعني تعرفون انتو مو وقت واحد اشتغل انا، هذا باستمراريه. يعني البذور هاي بها فائده هواي، يعني عندك شوف جوا هذا انا مخليه على مود طب الطيور داخل من جوا، داخل على مود تلقط من جوا، هم بروده وهم يتين استفاد من عندها الطير. هاي نفس الجوجل، شوفوا نفس الجوجل. طبعا شمس ما اقدر اوضح ال جبنا نوع الهاف اورنج. هاي طيرة عندنا هنا، هاي طيرة شوفوا، خلنا نروح نتقرب لها. هاي هي وفحلها هنا، هذا فحلها. هاي طيرة هذين طبقناهن. عندنا طيور طواير طبقنا لهن، طبعا الأطبقة هدة بالمحمية، أطبقة بخانة عرفونا. أريد أزوج مثلا هذا اللون وهذا اللون، شوفوا أطبقة بهاي الخانة هذا المكان، وبعدين نهدن بالمحمية. لان الزوج عندنا فنخليهن هنا بس صفن. طبعا انتو تعرفون الطيور بالمحمية ما يركد بالخانة، فاحنا نحاول ان نصور لكم داخل المحمية شلون، يعني نظام المحمية. طبعا هذا انا اطبق هذا الزوج مثلا وخليه يتكاثر، ماكو مشكله. عندنا بعد زوج ذني، طبعا انا طبقت هواي ذن القفاص كان عندي، طبقت هواي وهديتهم. وهذا زوج، هذا زوج، وان شاء الله موسم خير للجميع. طبعا احنا فقط نتواصل وياكم، لا نقطع وياكم، لانه لا تقولون تعتفون علينا تقولون ليش ما تصور وليش. طبعا هي اشغال هواي طبعا، بس الواهس هم مو مثل ذاك قبل، يعني تعرفون انتو من يجيك الحر ماكو واهس، يعني لا انتاج لا. فالمهم الحمد لله والشكر احنا الهوايه مالتنا فقط يعني للونسه، واكيد بقيت اهل المحميات يعرفون احنا شنو غايتنا. الغايه من هذا فقط للونسه والهوايه، تعرفون انتم كثرت والحمد لله والشكر. قام الطير يرخص والانتاج صار هواي والخبره هم صارت هواي، بس احنا مجرد الهوايه وحاطين هاي المحميه للونسه والخضار، يعني والحمد لله والشكر. شو تشوفون انتوا هسه؟
هذا الخضار وال... طبعا أنا رشيت الحديقة كلها رشيتها كلها. شوفوا طبعا كل ما أذكر أريد أقلكم على هاي الشجرة أنسى. هذا ورق الغار اللي هو يستعملوه بالطبخ، هاي الورقة الشجرة مع الورق الغار. طبعا هاي الطيور تاكلها منها، تعرفون الفائدة للطير بيها. شوفوا شلون ياكلنها. هذا ورق الغار بس حصله مكان جيد والورقة تصير تخينة مالتها. طبعا أنا اخذ من عندها ورق للبيت بس هو ما جاي يستعمله، يخافون من عندها ما جاي يعرف. وتشتري المرة من العطار للطبخ. وهاي الورقة مالتنا خب اخضر احسن يعني، وطازج مو مثل ما يابس مجفف يعني. هاي الورقة مالتها الورق الغار، هذا ورق الغار نستفاد من عده بالطبخ. تعرفون التل ورق الغار شنو فائدته. طبعا هاي العشوش لسه ما نزلتها اني، والمهم خلي تبني فوقها طيور ماكو مشكله، لانه الفائده من العشوش هاي يتماسك مع العش الجاي، يعني من يبني فوقها هو يصير سند له. هذا شوفوا طبعا هذا حجم كبير، بنى هواي فوقها مو مره واحده واثنين، فمن يدخل واحد يبني الجديد يصير طويل يعني يمتد كثر ما يحط القش جوه، من راح يمتد يطلع لقدام يسوي مكان للبيض ويصير كبير. هسه هاي بانيات عش هنا جديد، هذا لانه اعرفه منين، من هاي العوده اللي جايبها جديده انا. هاي العوده جايبها جديد وماكلات من عند البذور. طبعا بدينا نحط البيض السلق بالمحميه لان كان اليوم البيض، وتعرفون انتم الطير استوى راح يصفي من القلاش، يعني يريد كالسيوم اكثر شيء، والنبات احنا ما مقصرين وياه. طبعا هاي الاشجار مثل هاي اكلاها الموزمبيقي، هاي الرمانه مجرد قمت احط فوقها هاي العوادين على مود، والجيت العجيبه على مود يصير ظل وارشه على مود الحراره. طبعا هي الورق مالتها اكلت الطيور كلها، مفيد طبعا بنوعية للطير للمساعدة للهضم. الورق مال الرمان تعرفون انتو انا الرمان اضيف بالمي القشور مالته على مود يعني موسم الشتاء، تعرفون انتو كل سنة انا اسوي الخلطة اللي هي للشتاء، طبعا باستمرار الشتاء كله اذا كان صار قديم مثلا المكونات افرغ المي مالته على مود لا يصير بيه تعفين يعني. هو ولو ما بيه تعفين يعني، بس هو حتى لو يعفن راح تخبط طوي المي اللي هو المي الشلال. هاي حلوات هذين طبعا فحله طلعا وانا عبالي طواير جبتهن، ويعني قلت له اعطيني فالزوج زوجين على مود جماليه للمحميه. طلع قال هاي طيره وهاي فحل، هاي طيره وهاي فحل. يا من جيت لهنا طلع عندنا فحله، شوف شلون راح الطير شلون يستغرب من اصوفر له. شوف 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 ذني اربعه شلون ينفخ. هذا ما ادري ليش من صيحتي بهذا الصوت يركض ويطيرج. انا خليه شوفوا
هذا المي اللي بالشلال اخلي نوعيه من المكونات على الشتاء، يعني على مود لا يتمرض الطير بالشتاء. احط الحامض والرمان هذا كرئيسي، يعني للطير رئيسي، الحامض والرمان قشور الرمان والثوم والزنجبيل هذا كرئيسي، احطه بهذا المكان اني اخليه بالجدر واغطيه واخليه هاي المصفاه مثلا، هاي المصفاه واخلي المكونات بها واغطها بالماي على مود يعني اكو مثلا حثاريب من شو اسمه توقع جوا ما اريدها تصير بالمحمي بالماي، فانا ايش اسوي؟ احط هاي المصفاه على مود مثل الحبايه مات الرمان تظل مثلا بالمصفاه، فاخليها بهذا المكان واخذ مقدار حق المي هذا، اقيس المي مثلا جيت كم لتر هذا وهذا وهذا المكان اشوفه كم لتر، فاضيف لل المكونات وي هذا، يعني انا اخلي مثلا على كل لتر مي بطل مي، كل لتر مي يعني احط ادير جلاس باللتر مال مي البطل، يعني لا تريدون هاي الوصفة يعني لا تريدها لطيورك، كل الطيور حتى الحيوانات مثل الغنم والهذا هذا كلش مفيد إلى لا يتمرض الطير، وتعرفون انتو جونا بالشتاء، فتخلي كل قلاص بطل بطل لتر أبو المي وترسى فوق فوق القلاص اللي خليته من عدة المكونات، فتخليه بهذا المكان لأنه طبعا أنا واقف في المكان اللي يجي عطشان يجي يشرب ماي منه، بس هذا قاعد يقول شنو في المكان أنت واقف هنا نشرب ماي أنت واقف تشرب هنا، فيا شباب تخلي قلاص على بطل لتر، يعني ترسى من الحنفية وتحط الجلاس فوق المي هذا مع اللتر وتسد القبق وتخضه وبعدين تقدمه لطيورك، يعني مجربة شباب، يعني تعرفون شنو مجربة؟ خلينا هنا شوية جو حلو يجينا هواء مبردة من هناك وطيور جاي تاكل بالبيض مثل، والمي هناك جاي يدير راح يترس القاعية من ذي الشجرة، ف إذا قدمته راح يعني طيرك يستفاد من عده، هذا المكونات اللي هي الثوم والحامض والزنجبيل والقشور الرمان، ممكن تضيف له مثلا الحلبة مرورة على زاد للطير تحفيز للطير، البذور الحلبة إذا ضفت له راح تخليه بالمصفى على مود لا بنين قاع راح يبطبط هالشي، فخليه بالمصفى لا تخلي بال جو المصفى على مود لا يعبر من تاخذ للبطل او تاخذ للطير، فتخلي بالمصفى وهو راح ينقع ويعطيك الفوائد اللي من عنده راح تطلع به شويه مروره، بس هو كلش فائده للطير لانه تحفيز للطير، بدل ما انت تجي تجيب مكونات للطير مثلا تجيب مكونات تحفيزيه للطير من البيطري، هذا البذور اللي هي الحلبه واللي هي الكركم والاكو بعد نفس الزنجبيل نسيت اسمه من اجيبه اذكركم وياه ان شاء الله، هذا كلش مفيد للطير يا شباب، ما اريد نطول عليكم فقط احنا ردنا نتواصل وياكم على طول ونقول كل اسبوع ما يخالف نسوي مقطع، او فاللي يحب يتواصل ويانا او يذكرنا بتعليق حلو، واللي يحتاج شيء من المحميه او اي سؤال للطيور احنا برسم الخدمه شباب، طبعا احنا كثره الشغل هاللي ما نقدر جاي نصور لكم تصوير متواصل، يعني فقط نلحق عندي مجال الصبح لحق اجيب لهن بذور اطلع وارجع اقدر هيك شويه اظل بالمحميه وارش القاعيه، وتعرفون ارش
هذا كله الساعة فماتين أرشه وعلى مود المروحة هاي الجهة تجيب هواء بارد منها. كل هذا أرشه السقوف لحين الأرضية والأشجار وأزقي الزرع، وهذا وقتي. ورا ما أخلص هذا الوقت أطلع للشغل، ما أرجع إلا بالليل. وهذا شغلنا اللي هي المحمية وترتيبات بالمحمية. فإحنا ما نريد نطلع عليكم شباب، أهم شيء التواصل معكم، وأهم شيء ما ننقطع معكم. هي المشكلة الشغل اللي جاي ياخذ من وقتنا، وإن شاء الله إحنا عد حسن ظنكم. هذا الموسم إن شاء الله خير للجميع، وهذا الموسم إن شاء الله نوفركم شغلات جديدة إن شاء الله. طبعا الطيور البقية ما جبت أنا طيور الفناجس، عندي فقط بقى عندي 4 زواج، ما أدري، لا والله 8 زواج أو 6 زواج، ما أدري ليش 7 عندنا، ما حاسب هنا أنا. فإن شاء الله نكمل وياكم التصوير بالموسم شباب. موسم جاي وراح لسه ما قررنا أن نعزل هاي المحمية عندك المحمية، لسه ما قررنا لأنه طور صارت قليلة، وأشوف أن ماكو داعي مثلا نفرد هنا. عندنا الموزمبيقي شوية يأثر على الطير، وعندنا هذا طير الجنة يأثر على الطيور البقية ويأثر على الزرع. هو أبغى بس واحد، يعني ممكن أشيل حتى بقفص وخلص. شوف هاي، شوف طارت، شوف هذا صوت الملكي، السمان الملكي. جد 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 طبعا هنا هو متونس الطير، تعرفون انتم مو مثل قاعية التراب، يعني تعرف هذا يبحث شلون يسبح، شلون الدجاج يسبح بالتراب. هذا كله هو على الفنجز السمان العادي، وهذا الملكي وهذا يسبح بالتراب، يعني يتمرغل مثل الدجاج من يبحث بالتراب هيك. طبعا هاي العجوش راح نفطر عليها، نصفيها لان وقت طويل وراد لك في يوم عصريه، يعني نصعد نوخر هاي العوادين لانه عش قديم، يعني ما خلي يعني بالنسبه لي. مثل هسه هذا شوفوا، هذا تعبان درج، دبيته من فوق. طبعا كل البذور اللي اجيبها تلم من عندها طيور عش، هاي العوادي وهذا القطع. شوف العيش متروس، يعني براز. فانت هذا من تريد يعني يضيف الطير به ما يفيدك، لان هو وسخ. فانا اخليه وين نه ينقع بالمكان اللي نخلي به مثلا مي، نجيبه هنا مثلا، ابي براز تخليه بالمي على مود ينقع شوفوا ينقع البراز هنا وتخلص من عده وراح يروح هو بالقاع. فانا اقلب التربه، فهذا البراز العواديين كلها تروح بالتربه. ابشر من عندكم شباب لايك والاشتراك وتعليق حلو، ونقلكم لهنانا ويخلص مقطعنا، واستمتع مع المقطع، ومع السلامة شباب من العزاء.